تأبى الحروف وتستعصي معانيها، حتى ذكرتك فانهالت قوافيها. محمد قلت فاخضرت ربى لغتي، وسال نهر فراتي في kemajuan kebaikan bahasa ini dan untuk pengembangan katakanlah Islam, bahasa Arab dan Islam di sekitar kota Palembang. فكيف يجذب حرف أنت ملهم. Dan juga perencanaan ke depan yang mungkin bisa kita agendakan di pondok pesantren kita ini. كيف تظمأ روح أنت ساقيها، تفتحت زرة الألفاظ فاح بها مسك من القبة الخضراء يأتيها، وضج صوت بها دوى فزلزلها وفجر الغرن نبعا في فيافيها. تأبدت أمم في الشرك ما بقيت لو لم تكن يا رسول الله هاديها. أنقذتها من ظلام الجهل سرت بها إلى أشرقت فيها إماما للهدى.